مباراة اتحاد عنابة وضيفه مولودية العلمة جرت من دون جمهور نظرا للعقوبة التي سلطتها الرابطة على اتحاد عنابة بحرمانه من جمهوره لمباراة واحدة. بداية الشوط الأول والعمل الهجومي كان لصالح مولودية العلمة، وكادت شباك الحارس بن مالك تتلقى أولى أهداف اللقاء بعد خطأ يصنف في خانة الممنوعة. اتحاد عنابة رد بواسطة الغومري، وشجاعة حارس العلمة بوسدر أنقذت الموقف. اللعب يتواصل، ومحاولات بناء العلمة الذين شكلوا سيطرة واضحة في هذه المرحلة الأولى مع كثير من الضغط على صاحب الأرض في منطقته، فكانت هذه المحاولة التي احتج عليها إشبال المدرب علي مشيش. هل الكرة لامست يد المدافع أم لا؟ الصورة بالعرض البطيء توضح هل هناك لمس أم لا. اتحاد عنابة أنهى المرحلة الأولى بهذه التسديدة من كرة ثابتة نفذها عمور، ووجدت الحارس المتألق بوسدر في المكان المناسب، والصفر لمثله نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حاول أبناء العلمة من مضاعفة وتيرة العمل الهجومي، لا سيما عن طريق بزاز دلهوم كفي وقنينة، لكن اللمسة الأخيرة كانت الغائب الأكبر. وفي هذه المحاولة قنينة يتوغل في العمق، وكيفية استرداد المدافع العنابي للكرة من دون خطأ تعني الكثير. نلعب الدقيقة 72، وبعد عمل هجومي لاتحاد عنابة في منطقة العلمة، المدافع مدني يرتكب خطأ فادحا يستغله زياني نبيل بلال، مباشرة يوقع هدف المباراة، والحارس بوسدر لا يتحمل مسؤولية الهدف فقد قدم أداء محترما طيلة المباراة. في الدقائق الأخيرة حاول هجوم الاتحاد مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس بوسدر حرم أشبال الأخضر عجالي من إضافة أهداف أخرى، ونهاية المباراة بتفوق اتحاد عنابة هدف دون رده.